واحد اثنين ثلاثة. مين أقوى واحد في باور؟ الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك كبير عبد الرحمن، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد. قبل ما نبدأ المقطع شكرا لكم على دعمكم في كل شيء تسوونه حتى وأنا مختفي. المهم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وخلونا نرحب مع بعض مين اللي راح يطلع في هذا المقطع ونشوف مين أقوى واحد بين. قبل ما نبدأ المقطع، SEC Play مدلعينكم وقالوا نبغى نضبطكم لأي أحد يسوي لي فولو على حسابي في منصة SEC Play. في الرابط اللي تحت راح نسوي سحب على PlayStation 5، وبرضه راح يكون في أكواد من SEC Play بقيمة 100 ريال. حملوا التطبيق ولا تنسون تسوون فولو، وراح أسوي لكم فعاليات في حسابي، الرابط موجود تحت في الوصف. الآن روح، والآن خلونا نشوف مين أقوى واحد في فيلة باور الجزء الثاني. رحبوا معانا بالعضو الجديد في الفريق فايروس. أنا متأكد. متأكد إيش؟ إني بفوز. طب دس. ليش كذا؟ ما تو كان تمرين ظهر عندي كذا. حبيبي حياك الله. حياك الله. صف وقف. بسم الله. خليك هنا. دقيقة ها؟ دقيقة استنى. رحبوا معانا في المتسابق الثاني وبرضه العضو الجديد في الفريق أبو السعد. هلا. هلا والله. شلونك؟ عساك بخير. كيف الحال؟ شلونك؟ غير في مطار. جوعان ولا شبعان؟ لا شبعان. شبعان الحمد لله. كلت؟ إيه يا حبي لك. معانا المتسابق الثالث الأسطولة. الأسطولة ما في أسطولة. أعطيك كف. الأسطورة راعي كبسة شطة. أبو خليل. إيه. عبد الحميد. حبيبي. أهلا شيخ. شلونك؟ والله الحمد لله. يا ولد ما كبسة شطة يا أخوي. أبد. نبيها. الآن هذه الشطة عندك. تمام؟ خلاص تم. خلونا نشوف المسابقة اللي بعده. ورحبوا معانا بحبيبي واخوي عزوز كمستكا. وش دي الدخلة؟ طقني اضربني. يا حركة. ورحبوا معانا في المتسابقة اللي بعده خالد بلو. معضل ولكن يا عيال والله هذا العذر ما نبيه، ولكن تكفى ما نبيه، ولكن طالب ما نبيه، تكفى ما نبيه، ولكن تكفى ما نبيه. صحا ابو صالح بطلع من المقطع. تكفى يا الله. وش ذي يا الله؟ وكذا خلاص ريف يبود. وكذا وصلنا إلى نهاية المقطع. الفائز معنا صهيب. والله مشينا والله يعطيك العافية والله. طيب تضربنا هو ولا وش؟ لا اسمع، راح نبدأ بأول واحد فايروس. الآن بنشوف مين أقوى واحد في فيلة باور الجزء الثاني. فايروس جاهز؟ لا بسم الله. جاهز. طيب وقع. مال امي دخل جاك شيء في المقطع. ما عليك. مال امي دخل تطيحني على الضر على حقه المرمى ذي. انا ما دخل. تمام بسم الله. ايوه دي هو. ايوه 2 ايوه دي مقطع 1 ياي ياي ورتا ياي. قسما بالله تسوي مثل فايروس. 1 2 3 هذه لك شريف. اشيل لك والله يبشل ابليسك. والله خلاص طلع مو لازم مره. لا يا شيخ والله اخر مره. والله اخر مره. يلا مقطع كله ضرار. يلا ما بخليك تصبر. يلا 1 2 3 1 2 3 فايدة في الحلبة اخوي. اي والله 687. الحمد لله انك والله العظيم صدمتني يا ابو خليل. عسوس تفضل. هبا هبا عسوس اللي زرفت ذاك كاس العالم. 3 ريال. لا توصيلي توصيلي. ايوه بالكهرب. مشلون؟ يا عمري والله شكلها ذي قوية. لا هاي 700 هاي 700 لازم. 813 814 والله. طيب محاولة بعد.
عادي لا ما في والله لا فايرك مكان جديد ابو سعد والله ها ابو سعد يلا يلا واحد ابو سعد اثنين ابو سعد ثلاثة ليك سب لنا يا ابو سعد ورب الكعبه يا كلبه يا ابو سعد وقسما بالله والله العظيم لو باث اضربك انت يلا ابو سعد يلا ابو سعد انت لاعب واحد اثنين ثلاثه عزوز كوستر بس بس عندي مشكله الان اسمع الجوله الثانيه لازم تشيل الكاب حقي ليش لانها بالراس وشو بالله بدون كذا ها تم راح يلا روح ايوه والله يا بطل حلو حلو والله 124 راس 127 راس اصبر راسه او من ايده جميع دون شيء صادق والله انه صادق غريب مره ابو سعد انا ايه شلون ابو سعد ما راح يجيب شيء يلا بيدخل في اللوبي سمطح حلو حلو والله ما والله ابو سعد وين وين مره في معجز صار ابو سعد نط روح 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 ابو 177 راس كم انا حلوه ما ادري كيف اجيب ما عليه واحد حلوه انتم صار حلوه وحلوه 224 راس والله صح عليك خالد بشرب 224 لا علقت 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 لا علقت 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 واحد اثنين ثلاثة 100 101 عجبي يلا اخر واحد انت الان وين بسم الله بسم الله كورة الله يعينك
مستحيل لا ثلاثة اثنينات شلون يعني؟ واحد ولا اثنين يعني انت فايز في الجولتين خشب انت في اي جولة؟ كم مرة لعب؟ كم مرة لعب؟ كم مرة لعب؟ واحد والله مرة لعب والله واحد جاب 240 كذا يكون خلصنا الجولة الأولى فاز فيها بجدارة عزوز كمستكا صدمتني مرة يا صهيب والله والله العظيم يا صهيب إني أتوقعت لك إنك أنت تفوز صدمتني والله طيب الآن إحنا موجودين في الجولة الثانية كل واحد منهم راح يكون له ضربتين في المطرقة وبنشوف من أعلى سكور ممكن يجيبه خلونا نبدأ مع أول واحد فايروس نفس العدد هذا فيك متوقع اثنين فهمت مجموعة اثنين ثلاثة كم 430 ثانية 1 2 3 ول عنده جلتش غريب والله هذا جلتش 855 فارس 855 والله ابو خليل يلا 1 2 3 ما تسقع وجهك ذي وجهك والله ما تتجع وجهي قسم بالله كم والله حلو 440 حلوه اي جيب واحده ثانيه يمكن تضمن قرب منك 1 2 3 والله سعد ايه والله اني بقطع والله سعد 875 اعلى من فايروس اعلى من فايروس 875 ابو سعد بسرعه لا يا اخي لا ابو سعد ما وصل غش ما انا بدي اوقف هنا قربوا الجهاز لا بدون ما تنقز عادي والله ما وصل والله ترى تنقز افضل ما يحتاج تنقز ليش تنقز مسكت وين وش تدري يعني يلا ابو سعد يلا ابو سعد يلا 1 والله ما اندف والله يلا تعرف تسبح؟ ابو سعد ما صفت شيء والله حرام 415 كويسه جيب 500 تتعداهم كلهم العكس 1 2 طيب شوف هذا 3 شوف السطوه ذي ايوه يا ربي يا ربي 735 ابو سعد يلا جاهز 1 2 3 سينكلونس عندي 420 الثاني لازم تصير قويه 1 2 3 يا الصوت تسمع عالي بس الرقم ما بيطلع والله الرقم ما بيطلع والله صوت عالي 1 تعبان ها 420 حلو يلا عسوس ماير لا هدد لا انا اعترف يا عيال محسوبة والله معليش يعني القانون قانون معليش عزوز القانون انا ما عاد قانون صهيب تهدت عدتي يسار ما في عذاب في تعادل قانون تعال صهيب اخر واحد في الجوله بسم الله تكفى شوي على الاقل برد خاطري في ذي اسمع هون في مجموعه لايكات ايه كل رقم بيجي هون ايه اللي بحطوا لايكات الان بيجيني يلا خلينا نشوف يا والله خربت ما حط لايكات وقف المقطع الان اعطوا لايكات يلا شوف القوه الان شوف القوه والله الصوت جاء تبغى بس والله الارقام معليش والله الارقام وين صهيب اتوقع هذا اول مقطع ما يقول شيء صهيب انا واحد طال عمركم ابراهيم تعال كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع الفائز معانا في حقة البوكس أقوى واحد في الجزء الثاني عزوز كوس والفائز معانا في لعبة المطرقة في أقوى واحد في فيلة باور الجزء الثاني إبراهيم أبو خليل أنا جبت أكثر منه صايب ما فات يا بزر لا أنا من صايب تخيل لا وكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك والله أنا صدمني مرة صهيب أقسم بالله بس وشو أول مقطع يخسر فيه عيال عادي أول مقطع يخسر فيه أخيرا
وكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون لايك والاشتراك، برضو قنوات شباب موجودة تحت في الوصف، لا تنسون تزورونهم تعطونهم اشتراكات ولايكات وكل الاشياء الزينة هذه. نشوفكم في مقطع آخر، برضو لا تنسون تسوون فولو لحسابي في SSC Play عشان السحب. مع السلامة.